فيما يخص الانتخابات ديال جميع الهياكل ديال الجامعة بما فيها مجالس، يعني فيما فيها الشعاب، مجالس المؤسسات، مجلس الجامعة، فحاليا تمت البرمجة ديالها وخدينا في عين الاعتبار يعني باش طلبة يكون الإتمام ديال جميع الامتحانات باش يمكن لهم يتسجلوا ويشاركوا حتى هما في هذه الانتخابات. فحاليا يعني الانتخابات مبرمجة بشكل عادي طبعا مع احترام التباعد والتدابير الاحترازية اللي هي بروتوكول جامعة واضح، يعني هناك خلية يقظة في جميع المؤسسات، هناك الإعلان عن حالات الكوفيد، إذا بانت حالة كوفيد يتم إغلاق المصلحة، وإذا كانت حالات عديدة يتم إغلاق المؤسسة ونقوم بالتعقيم. هو حاليا نحن نتعايش مع كوفيد، فلا يمكن أن نوقف يعني الحركة الاقتصادية والحركة العلمية أو يعني على صعيد الجامعة، فيجب هناك استمرارية المرفق الجامعي ولكن مع اتخاذ التدابير الاحترازية، ونحن نشتغل يعني في انسجام تام مع وزارتنا، مع الوزارة الوصية وأيضا مع السلطات الصحية والترابية، لأن مثلا ملي كانت المدينة الدار البيضاء مغلقة احنا كنا يعني المؤسسات الجامعية كانت مغلقة، منين كانت تسمح لنا يعني عن طريق يعني الوزارة وأيضا السلطات الصحية أننا نفتح المؤسسات الجامعية ففتحناها، ولكن مع احترام صارم للتدابير الاحترازية. فإذا الانتخابات غادي إن شاء الله مبرمجة، غادي تبدا في بداية أكتوبر، في بداية نوفمبر عفوا، وستكون تحت هذا البروتوكول الاحترازي الصارم. فإذا ما كانش هناك تغيير في الحالة الوبائية ديال الدار البيضاء فاحنا غاديين في هذه البرمجة. إلى طبعا تم غلق مدينة الدار البيضاء لا قدر الله، وهذا الشيء ما كنتمناوش، نتمناو أن الأمور تتحسن، فطبعا نحن سنحترم التوصيات ديال الوزارة الوصية وديال طبعا السلطات الصحية. فهذا الشيء اللي يمكن نقول لكم، يعني حاليا الأمور غادية في ليس العادي أو ما يسموه الأنجلو ساكسون دو نيو نورمال، العادي الجديد، العادي الجديد، يعني حاليا نحن نعيش عادي جديد ونحن مرغمون على التعايش مع هذا الفيروس، ولكن بروح المسؤولية وبروح التضامن وبتضافر الجهود إن شاء الله غادي ننجحوا في هذا التغلب على هذا الوباء، ونتمنى أننا إن شاء الله نشوفوا واحد الفترة أحسن ونخرجوا من هذا الوباء في أقرب وقت إن شاء الله.